أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم الحمد لله حمدا أستلذ به ذكرى وله الحمد لا أحصي ثناء عليه ولا حصرا. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من ظلمات الأنفس وضلالات الجهل وفاسد الاعتقاد. شعب السوداني الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد ظلت اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع تتابع ومنذ فترة طويلة ما يجري بمؤسسات الحكم بالدولة من سوء الإدارة وفساد النظم وغياب عدل في المعاملات.